السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أجريد المركزنا هوش كالتنس. هل تركيب الجملة في اللغة التركية هو من نوع SOV أم هو من نوع OSV أو هي من نوع OVS؟ شو هدول؟ SOV يعني Subject Object Verb أو Object Subject Verb أو Object Verb Subject. يعني ترتيب الجملة التركية، هل هو فاعل مفعول به فعل، ولا مفعول به فاعل فعل، ولا مفعول به فعل فاعل؟ طيب هذا السؤال بيسألوني إياه كتير طلاب. ليش؟ ومعهم حق يسألوا، لأنه بيسمعوا بعض الأتراك باللهجة العامية بيقدموا بيأخروا بيشيلوا بيحطوا، في منهم بيحطوها SOV، في منهم بيحطوها OSV، في منهم بيحطوها OVS، بس الكتب بتعلمهم انه هي SOV. الكتب والمناهج التعليمية الأكاديمية بتعلمهم انه هي SOV. طيب هذا السؤال رح جاوب عليه بهذا الفيديو. بتمنى تشوفوا الفيديو للأخير. طبعا ما تنسوا قبل ما نبدأ بالشرح الاشتراك في القناة إذا ما كنتوا مشتركين، وما تنسوا اللايك والشير. تمام، اشتركتوا حطيتوا لايك، شايفكم. طيب خلونا نبدا بشرح الفكره. هلا لما نقول SOV مثل ما حكينا اللي هي عباره عن Subject Object Verb، تمام. طيب اللغه التركيه بشكلها النظامي، الشكل الفورمال الرسمي خلينا نقول، هي Subject Object Verb، يعني فاعل مفعول به فعل او فاعل جار ومجرور فعل، تمام. الفعل بيكون وين؟ بالاخير. طيب بس اللغة التركية بالوقت نفسه تتمتع انه هي عندها ترتيب جملة حر. شو يعني ترتيب جملة حر؟ هذا الترتيب الحر نحن بنشوفه باللهجة العامية، يعني باللغة العامية، يعني لغة الحياة، لغة الشارع بنسميها، تمام. يعني ممكن انت بلغة الشارع تشوف نفس الجملة بس بصياغ مختلفة، ممكن تشوفها ب أشكال مختلفة. طب ليش في هاي الأشكال؟ لأنه لنعبر عن نعزز يعني عن قدرتنا أنه هاي اللغة قادرة على تعزيز معنى محدد. طبعا هذا الشيء رح تدعمه بطريقة اللي هي بنسميها النبر، النبرة. طبعا اللي بيفهم شو يعني نبر صوتي أو نبرات صوتية رح يفهم أنا شو قصدي تماما بهذا الكلام. طبعا الأكثر شيوعا مثل ما حكينا هي SOV، لكن خلونا ناخذ مثال وكيف ونشوف من خلال هذا المثال كيف انه هي اللغه كلغه SOV ممكن تاخذ اشكال اخرى. طيب تعالوا ناخذ مثال على هذا الموضوع. اذا جيت بدي اقول لك جاء احمد من المدرسه. جاء مين؟ احمد من المدرسه. احمد، حسين، عائشه، مش مهم، المهم انه جاء احمد من المدرسه او جاء فلان من المدرسه. الصيغة النظامية هي SOV، يعني أحمد أوكولدان جالدي. أحمد أوكولدان جالدي، هي الصيغة الرسمية. أحمد هو الفاعل، أوكولدان جار ومجرور، وجالدي جاء. طيب أحمد أوكولدان جالدي، هي الصيغة الفورمال الرسمية اللي هي سميناها SOV. طيب إذا الترجمة الحرفية أحمد من المدرسة جاء. طيب نجي على الصيغة الثانية يلي هي OSV. OSV طيب يعني OSV. أوكولدان أحمد جالدي. أوكولدان أحمد جالدي. شوفوا النبر، أنا ركزت على مين من خلال النبر؟ عن أحمد. أوكولدان أحمد جالدي. إذا هون التركيز على أحمد إنه هو يلي إجا. أو إذا أنا بدي أسألكم أوكولدان أحمد مي جالدي، شوفوا أنا سألتكم، ما سألتكم إجا ولا ما إجا، سألتكم هل أحمد يلي إجا؟ لاحظوا كيف، أوكولدان أحمد مي جالدي. مثلا أوكولا أوتوبوس لمي جيتن، سألته رحت على المدرسة بالباص؟ إذا سألتك أوكولا أوتوبوس لمي جيتن، رحت على المدرسة بالباص؟ لاحظنا كيف؟ إذا هي OSV. طيب هلا لما يكون التركيز على احمد قلنا احمد اوكولدان جالدي، لا هي صيغه رسميه ما فيها تركيز. اوكولدان احمد جالدي، جاء من المدرسه منه احمد. هلا نجي على الصيغه اللي هي او في اس. واو، او في اس
يعني أوكولدان جالدي أحمد. هون التركيز على شو؟ على المكان. أوكولدان جالدي. هلا بعدين بنقول مين اللي إجا أحمد. أوكولدان جالدي أحمد. إذا التركيز هنا على أن أحمد من المدرسة، إذا ركزت على مكان المجيء. أوكولدان جالدي أحمد. موجودة هاي الصيغة بالحياة؟ طبعا موجودة وبنستخدمها. لهيك أصدقائي الأعزاء، لما تشوفوا جملة مخالفة للقاعدة الأساسية يلي هي SOV، اعتبروا إنه هي من الصيغ الأخرى. هاي بنسميها صيغ هدفها التركيز على معنى معين، هدفها نعطي معنى معين للجملة، وأبدا هي معنى رسمية، وهي من اللغة التركية صحيح ومستخدمة في اللغة التركية صحيح، لكنها معنى رسمية. تمام؟ تمام، إن شاء الله أكون يعني توفقت في تقديم معلومة جيدة ومفيدة، وبرجع بقلكم إذا ما كنتم مشتركين بقناة معهد أوغريت اشتركوا لتستفيدوا من الفيديوهات والدروس القادمة التي سننشرها إن شاء الله سبحانه وتعالى بشكل مستمر في قناتنا على اليوتيوب. نشوفكم في فيديو جديد. كان دينيزا شوكي بكنز هوشيكالن غرشروس.